ايوه ابى احكي يا حبيبي عسل 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 جاهلة ولا ايش بك بس دقيقة انت تكرهوني ها تكرهوني اليوم تكرهوني على سامي يعني انشاد وانا صوتي مخيس وخبز وجبن وانا كيتو ايش باقي حاجة ما سويناها استجير وفي الفؤاد هموم فاجر ضعيفا قلبه مهموم خلي ما ينزل النشر يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا حي يا قيوم هذا النشيد ما اخذ حقه والله والله ما اخذ حقه انت عارف قاعد اشغل في والله وين صور ابو ياسين صور سجل وين سجل هذا ابراهيم صورته بكاستجير اجل ايش اللي صورته في ماليزيا لا بالغتها هذا لا الجمال يا الفجر يا راحة البال يا مصلي الفجر امشي ولا بالي مالي مالي غنى عن المولى انا مالي 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 غنى عن المولى انا مالي الفجر يا الفجر يا راحة البالي يا مصلي الفجر امشي ولا بالي مالي مالي غنى عن المولى انا مالي 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 غنى عن المولى انا مالي سالي سالي بنور ربنا سالي الفجر يا الفجر يا راحة البالي يا مصلي الفجر أمشي ولا بالي مالي مالي غنى عن المولى مالي 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 غنى عن المولى مالي ما شاء الله يا أخي فيه أيوة إنه هون إيش هو كلمة واحدة دي ما ادري والله نسيت بس انها هي زي كذا زي حق الجمال مناجات لا مناجات بكذا استجير لا 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 حقت ابياتها مشهوره ترى ايوه حق الشافعي يا ابو ابياتها شهيره جدا الشافعي حقت كلمه واحده ادينا حقت سنه كلمه واحده كلمه واحده يا رغيف مسلسل الشافعي ابيات مسرحيه الله مسرحيه حرفين مطابق أربع كلمات شاركم جهاد يا عيال شاركم جهاد يطبون في المسبح جهاد اليافعي حلو فك الباب من جوا واحد اثنين من عندهم مفتاح يا وليد واحد اثنين سالت دقيقة سالت جموع سالت واحد اثنين ثلاثة ها ترى شو ذا كلمات والحال وليد مصالح قبل شوية قلتوا كلمات الشافعي لا 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 ماشي ماشي الفجر يا الفجر كلمات وليد مصالح والحاله بارك الله فيك يا وليد الشوق ولا ذكرت ولما قسى قلبي وضاقت مداهبي جعلت الرجاء مني لعفوك سلما ولما قسى قلبي بك استجير ليه ما صورته يا ابراهيم ضاقت مداهبي جعلت الرجاء مني لعفوك سلما تعظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظما ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت الرجاء مني لعفوك سلما لما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت الرجاء مني
يقول حبيبي أنت سؤلي وبغياتي كفى بك للراجين سؤلا ومغناما والهم قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت الرجاء مني لعفوك سلما. أنا هنا وضعيت الطاولة فنحاول. لا انت انطرب زعلان عليك. ندخل شيء انا منطرب. لو دير السعادة آمن بل إرادة. لو دير السعادة آمن بل إرادة. لو دير السعادة آمن بالإرادة كتر من دعاك وصل في معادة. لو دير السعادة آمن بالإرادة أمشي درب عديه لو سبح كل ليلة وأكل العيش حلال. ما تبر الرزيل وشوف الشي نزيل وطر الارتحال. لو دير السعادة آمن بالإرادة أكرم والديك ليهم حق عليك. خلي الروح رضية وعيش نفسك هي تحقق منيتك. لو دير السعادة آمن بالإرادة أبشر. ليش أبشر كده؟ أتصور هذا أكثر نشيد يطلب منك تنشد والنقيب اليوم العيد صح؟ تقريبا اكثر شيء يطلب صح. اي والله تنشده في زواجات ولا ما تنشده زي لا زواجات ما يناسب زواجات دير السعاده. ايوه الزواج لو دير السعاده امن بالاراده هنا ولا برا ما اطلب جديد. طيب برا في السودان يطلب هذا؟ في السودان ما يطلب اناشيد زاد. شو يطلبون بيتزا؟ لا سماح الدور بطول مبروك الجواب الجديد. يا ربي الله الله ومن قلبي علي توضى كده من الهام أم صلى الفجر ولف بمصر وحواريها. الله 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 على الأزهر. الله 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 أكبر أم الدنيا كمن وأكثر. لو قلت أوصفها لمش حوصفها وكفيها. الله الله ابعت سلام الكلمتين يا هلا الله مشتاقين السهر طيبين وديما فيها مخلصين يا ما شاء الله. وفي أزهر العلماء تقدر تقول ما تشهد أنا والله حسن من أهلها بحاجة تخلي العائل يطير. الله 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 يا ربي الله الله ومن قلبي علي توضى كده من الهام أم صلى الفجر ولف في مصر وحواريها. الله اشتالي ناس هالطيبين ديرانيها اخلصين يا ما شاء الله. وبأزهر العلماء تقدر تقول ما تشهدنا والله حسي دعاء من ألمى بحاجة تخلي العقل يطير. الله فراح في جيد الهلال واتفي بالحب
أهلا رمضان غردي يا روح ألحان الجلال واهتفي بالقلب نورا وأمان علق الأفراح في جيد الهلال واهتفي بالحب أهلا رمضان جل من سوى شرا من جمال هذا فيه السعد للكونين حال هل ترى أننا في الكون بلال أم هي الذكرى رواها رمضان غردي يا روح ألحان الجلال واهتفي بالقلب نورا وأمان علق الأفراح في جيد الهلال واهتفي بالحب أهلا رمضان. هذه أبيات ذكرتها يوم مجدي أنشد وذكر المناطق وكذا. هذه أبيات معروفة للشاعر المميز أحمد بن صالح الصالح اللي هي كنا ندرسها أيام المتوسط اللي هي مسافر وطني مسافر وطني لحبك في العظام دبيب. هو لقبه مسافر مسافر أظن. وطني لحبك في العظام دبيب وبك الأحبة والزمان يطيب طيب وقلوبنا بك لن تفارق نبضها وحنينها أبدا إليك عجيب. في مهبط الوحي الهوى لا ينتهي حب الحجاز بأضلعي مكتوب وحديث أحبابي بنجد ملهم وصباك يا نجد إلي حبيب. والساحل الشرقي يسري في دمي عشقا يكاد القلب منه يذوب وعسير في لغتي صبا وصبابة ومليحة عربية الرعبوب. يا موطني في كل شبر قصة تحكي هواك فلست عنك أتوب أنا فيك أتعبت القوافي حيرة فجميعها بك مسها تشيب الخيل فيك ملاحم عربية وقصيدة يحلو بها التطريب. يا موطني يا نبع أمالي قد التقيت اليوم على الدرى بيعت هذا الملك الغالي فاستبشر المجد به والورى استبشر المجد به والورى. يا موطني يا نبع أمالي قد ارتقيت اليوم على الدرى بيعت هذا الملك الغالي فاستبشر المجد به والورى استبشر المجد به والورى. هذه بلاد خير قد بايعت على كتاب الله راعيها سعد لسلمان فبه وقد مدت أياديها بنى لها أمجادها إنما يليق بالأمجاد بنيها بل لقد في كفه راية بالحق تعلي ويعليها بالحق تعلي ويعليها. يا موطني أنا مع أمالي قد ارتقيت اليوم على الدرى بيعت هذا الملك الغالي فاستبشر المجد به والورى فاستبشر المجد به والورى. سعد عنده قصيد. والله ما عندي قصيد الا يوم طلبت يا ابو اقول يا عمر رجاء تطلب ترى يا لؤي ولا انا لؤي صح اياد اقنعه عبد الرحمن الله يقول الشاعر الله قال في قصيده الله حموده حموده حياه يلا والله انا مشارك مشارك بس ذكرتي مقال نبطي يقول عزم كل اللي تحبه فقل تم تم مزاور الغالين هبت نسايم نسايم وجنب على الغيبات والذم والنم اخس ناس منقلين النمايم نمايم والشور صيده والرجاجيل شرواكم مغنم كل طيب اقوه ولك حب قايم وبس سلامتك يا ابو ابو علي انتهى قصيده طويله والله ثلاث ابيات صراحه عن عن قصر ثلاث ابيات عن قصر خلينا نحلل البروف اللي عملناها وين نخش في البروف؟ بروفي من اللؤلؤ المنثور هي كذا الطبقة؟ لا ترفع عشان حروفي من اللؤلؤ المنثور
قد خطاها حكماء. لا تلف معايا لا ولا تدور شوية عشان نروح فاين ايه هنا ليه يلا يلا كل واحد حافظ انا اي واحد انا كورال انا ما كان عندي شيء فانا حكر انا كورال لا يا ما كنت موجود كورال كورال خلاص عادي يلا حندخل يلا قولوا يا رب البداية واحد عندي. ابراهيم اثنين مين اثنين حروفي دقات قلب البشر عندي ايوه تمام حروف اغنم زمانك اغنم عبد الرحمن من جد في سعيه باجتهاد مين مجدي ولا مين مجدي في واحد ما ادري يعني. تمام لا مش. طيب نكتفي بهذا القاء سامي سامي قدم هذه على طول بعد هاني انت وين وبين الحفر حاله حاله وقدمال يلا انا عندي دقات قلب البشر ابراهيم الوقت كل خاطر عشر لنا تعال يا زول يلا دقات يلا بسم الله الرحمن الرحيم يلا يا عيال امشي خليه يقعد هناك انا عندي شو اسمه ثلاثة هم ثلاثة من جد في سعيه بشر من جد في سعيه يلا قولوا يا رب هنين وصدع توكلنا على الله ثلاثة اثنين جاهزين شباب اصبر 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 اشتراك صدقني جاهزين شباب استر 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 يلا يلا هنا بالزاوية بس تعال عشان نقي بيجي كده يقدر دقت قلب البشر بتقول لا 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 حروفي من اللؤلؤ المنثور قد خطها حكماء العصور قد خطها حكماء العصور حروفي من اللؤلؤ المنثور قد خطها حكماء العصور قد خطها حكماء العصور الوقت كالقاطع البتار مثل السهم تجري الأعمار سهم تجري لا مثل السهم تجري الأعمار حروفي من اللؤلؤ المنثور قد خطها حكماء العصور قد خطها حكماء العصور حروفي من اللؤلؤ المنثور قد خطها حكماء العصور قد خطها حكماء العصور دقت قلب البشر بتقول لا تضمن العمر مهما يطول لا تضمن العمر مهما يطول دقت قلب البشر بتقول لا تضمن العمر مهما يطول لا تضمن العمر مهما يطول حروفي حروفي من اللؤلؤ المنثور قد خطها حكماء العصور قد خطها حكماء العصور حروفي من اللؤلؤ المنثور قد خطها حكماء العصور قد خطها حكماء العصور أغنم زمانك وسرع الطريق من سار يجني المنى بالوصال من سار يجني المنى بالوصال أغنم زمانك وسرع الطريق من سار يجني المنى بالوصال من سار يجني المنى بالوصال الله من اللؤلؤ المنثور قد خطها حكماء العصور قد خطها حكماء العصور من جد في سعيه باجتهاد يجد لذة الفوز يلقى المراد يجد لذة الفوز يلقى المراد من جد في سعيه باجتهاد يجد لذة الفوز يلقى المراد يجد لذة الفوز يلقى المراد الله من اللؤلؤ المنثور قد خطها حكماء العصور قد خطها حكماء العصور قد خطها حكماء العصور قد خطها حكماء العصور وبين الحفر حاله أدمال من يتهيب صعود الجبال من يتهيب صعود الجبال وبين الحفر حاله قد مال من يتهيب صعود الجبال من يتهيب صعود الجبال حروفي من اللؤلؤ المنثور قد خطها حكماء العصور قد خطها حكماء العصور حروفي من اللؤلؤ المنثور قد خطها حكماء العصور قد خطها حكماء العصور أنين صداه من الأجسام كبار النفوس هم الأعلام كبار النفوس هم الأعلام أنين
صداه من الأجسام كبار النفوس هم الأعلام كبار النفوس هم الأعلام حروف من اللؤلؤ المنثور قد خطها حكماء العصور قد خطها حكماء العصور حروف من اللؤلؤ المنثور قد خطها حكماء العصور قد خطها حكماء العصور أجمل بقول السعات الذين صاغوا الحكم في طراز متين صاغوا الحكم في طراز متين أجمل بقول السعات الذين صاغوا الحكم في طراز متين صاغوا الحكم في طراز متين حروف من اللؤلؤ المنثور قد خطها حكماء العصور قد خطها حكماء العصور حروف من اللؤلؤ المنثور قد خطها حكماء العصور قد خطها حكماء العصور دقة قلب البشر بتقول لا تضمن العمر مهما يطول لا تضمن العمر مهما يطول دقة قلب البشر بتقول لا تضمن العمر مهما يطول لا تضمن العمر مهما يطول حروفي من اللؤلؤ المنثور قد خطها حكماء العصور قد خطها حكماء العصور حروفي من اللؤلؤ المنثور قد خطها حكماء العصور قد خطها حكماء العصور ساعة 43 دقيقة يا ترى متى بيجي السحور يا ترى متى بيجي السحور الساعة 43 دقيقة يا قد خطا حكماء السحور لا باس لا باس ايش قالوا يا عبد الرحمن ايش يبغى سحور ناكل تبغى سحور يا شباب والله لا اله نسينا شكلنا اليوم اوف الله المستعان لا لا موجود السحور اصلا اكلنا فطاير الحمد لله الله النقيب ما قصر فطاير من الفرحه فطاير ها جو عجل جو تراب لا 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 ترى ثور رشت عليه مطر مره تراب رشت عليه مطر خفيف هم يقولون بعد مشيئة الله ان المطر بيبدا من اليوم يا رب يا كريم باذن الله يقولون بمشيئة الله المطر بيبدا من اليوم يعني الله كريم يا اخي الاجواء غريبه تضرب درجه الحراره فوق بعدين يجيك برد باذن الله عندنا شيء غريب صراحه يا سعد يا بونك الكنترول قل لهم يلا بسرعه روح لهم يا ربي مجدي هذه في وجهك يا جبنة تعال معايا خلي يا اهل ذاك كيف صرف اسم جبنة على غريبة اي والله جبنة سكت سكت اروح اجيب انا جوالي الاسم قال مصطفى ارحب يا صالح بعدين قال مصطفى ايوه ايوه بس مشجع على بالك كذا جبنة شراحيلي شمراني شمراني وينه؟ روح روح والله؟ اتوقع راح عينه عينه تعبت الله يشفي ويعافي الله يشافيه ويعافيه في حساب في تويتر عامل عن طريق هي منصه ايش هي اللي عملت تبرعات احسان عاملين لحسن العمري الله يغفر له ويرحمه الله يغفر له